اليوم في فقرة اقتصادك سنتحدث وسنبسط كيفية الاستثمار في العملات أو فوركس. طيب لنفترض أنك سافرت إلى الخارج وحولت أموالك إلى عملة أخرى وحتى التسوق عبر الإنترنت بغير العملة المحلية. في هذه الحالة تكون قد شاركت في أسواق الفوركس وهو سوق لا ينام يتم التداول فيه على مدار 24 ساعة والفكرة فيه الاستفادة من تغير أسعار صرف العملات وتحقيق الربح عن طريق الشراء والبيع. لكن يجب أن تتعلم الأساسيات ويجب أن تعرف أن أسعار الفوركس تتغير بالثانية وهناك مخاطر يجب توخيها. نقدم لك في اقتصادك اليوم نصائح مهمة في سوق الفوركس. معنا الآن مشاهدينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي وCEO of the market عيسى العدواني. أهلا بك معنا. يا صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. هلا ومرحبا. تفضل. أهلا. طيب شو أساسيات الفوركس؟ أنا هلا أنا بعرفش ولا إشي عن الفوركس مثلا وبدي أبدأ بالتداول عليها وأعمل أرباح. والمفاتيح. شو لازم أعمل؟ تمام. أول شيء في سوق الفوركس لازم تعرفين الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني. التحليل الأساسي والفني. والفني. أوكي. التحليل الفني هو اللي يعتمد على الشارت على الرسوم البيانية اللي عليها رسم ترند لاين أو تحديد الدعوم والمقاومات أو الشموع اليابانية. أما التحليل الأساسي هو اللي يعتمد على الأخبار. حلو. على تأثير الخبر على السعر. طيب. فهذه هي. هذه الشغلتين الأساسية. هذول هم أساسيات التداول اللي أنت لازم تعرفهم. طيب اللي يحدث في السوق تحليل ولا مضاربة؟ شوف سوق. ولا أنا أقدر أدخل بهذه وتلك؟ تقدر تدخل الثنتين بس سوق الفوركس مضارب أكثر ما هو استثمار من وجهة نظري يعني. لسبب لأن سوق الفوركس في رافعة مالية. أوكي. رافعة المالية تعطيك يعني أنت إذا لو تحط الحين مبلغ مالي صغير تقدر تضارب فيه مبلغ كبير. هنقول بالدولار ألف دولار. ألف دولار تقدر تضارب فيه 10,000 دولار أو 100,000 دولار على حسب الرافعة المالية اللي موجودة عندك. فهو مضارب أكثر ما هو استثمار. طب شو حدود الأرباح اللي ممكن نحققها؟ هذا السؤال يوصلني كل يوم إذا حطيت دولار كم ممكن نبي نبي نكون ثروة خلال هاللقاء. لا هو مو إيش كثر إني أربح أنا الحين هي إيش كثر إن التحليلي اللي راح أحلل عليه. يعني مثال أنا ممكن أدي صفقة تقعد معي يومين 3 أيام 4 أيام على ما تجيب الأهداف. طيب. في النهاية إحنا نحلل ونجتهد والسوق هو اللي يمشي مجرى. طيب اليوم الواحد لربما يشتري عبر مواقع التواصل أو حتى يلاحظ بعض العملات العملات للدول منخفضة اليوم الليرة الدولار باشر اليورو غيره أروح أشتري ولا هل هي تفرق وياي إني أنا أضارب به السوق وبالتالي أطلع هذا الهامش؟ شوف احنا نفرق عن تداول الفوركس يفرق عن الصراف في الرافعه الماليه. اي شلون يعني اذا انت الحين شريت قيمه الدولار لما انت بتشتري الحين اليورو دولار، اليورو دولار كم سعره في السوق مقابل الدولار؟ تقريبا 1.07 مقابل الدولار. طيب الا بس لما تشتري انت بالرافعه الماليه ممكن تاخذ 10 سنت مقابل. لحظة أنا بس آسف خلنا نفهم شنو الرافعة المالية. عندي نفس السؤال هي. بس قلت أنا يمكن أنا لا لا عارف. لا تمام هي الرافعة المالية هي نفس اللي تعطيك زيادة على رأس مالك يعني هي. نفس ما تقول قرض من الشركة تعطيك إياه إنه ترفع رأس مالك فيه. أوكي يعني إذا بس هذا محسوب. محسوب تحكي من فوركس نفسها بالفوركس بالفوركس نفسه شركات الفوركس بيعطوك مثلا زي قرض علشان هو تكبر مغارب له. اي مغارب لان تعطيك نفس الزياده اللي راس مالك تقدر تضارب عليه وياخذون منه. هذه رفع المال انت تجني منه ربح. انت هم فوركس والمنصه ايش تاخذ منك؟ ايش تاخذ منك الهامش فرق الربح يعني فرق الربح. في شيء اسمه سبريد في المنصه بس السبريد تختلف من منصه الى اخرى. في منصه تاخذ منك 1.8 يعني 12 دولار في منصه. عيسى بسطها شوي. انا ترى حتى جدول الضرب مو حافظه يعني شلون تاخذها منك المنصه؟ انا اقول بلاش فوركس لا لك يا عادل. الحين في الحين لما تروح تشتري انت مثال الصراف تروح حق الصراف الصراف الدولار سعره اليوم خلينا نقول 300 تمام.
شلون بس لا ما راح ليش بسطها لك مقاطع المشكلة هم نوصل حق الهامش المشكلة العاملين في هذا المجال على فكرة يعني أصبح كل شيء معقد يعني بالنسبة لهم بسيط كل شيء المضاربة هي فرق بين السعر لما تفتح أنت المنصة راح تشوف فرق السعر بين البيع وبين السلم وبين الشراء يعني أوكي. مثال سعر البيع 300 فلس سعر الشراء كم يكون 299 اوكي هذا الفلس هذا الفلس هو فائده الشركه منه. هو فائده الشركه ايوه طيب اخر سؤال بس يعني عشان تدخل وتبلش تضارب بفوركس هل لازم يكون عندك محفظه ماليه كبيره شو الحد الادنى اللي يميز سوق الفوركس انك تقدر تضاربين فيه في مبالغ صغيره ومبالغ كبيره 10 دولار يعني بقدر ابلش اضارب 100 دولار لا يعني تقدر تفتح من 100 دولار ليل مليون دولار أوكي. الله يسامحك عيسى انا قلت الحين بصير ملياردير بقعدتي وياك شكرا جزيلا لك عيسى العدواني الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة The Market شكرا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.